أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها: إحباط محاولة تهريب 700 ألف يورو في علبة هريسة، إيطاليا تعتقل 5 متهمين بتعذيب مهاجرين في ليبيا، وتكليف عمر جمعة لرئاسة لجنة التحكيم العام. أحبط جهاز الأمن الداخلي مصراتة محاولة تهريب أكثر من 700 ألف يورو إلى خارج البلاد، مضيفا أنه جرى ضبط المبلغ مخبأ داخل علب هريسة. نشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور تظهر عملية إحباط تهريب هذه الأموال داخل علب الحلوى المصنعة محليا. أعلن مستشفى العيون بطرابلس إجراء 100 عملية قرنية في 4 مدن ليبية، وأوضح المستشفى أن العمليات أجريت في مدن طرابلس وبنغازي وصرمان وطبرق، مشيرا إلى أن هذه العمليات تجرى لأول مرة في مدينة صرمان. اعتقلت الشرطة الإيطالية 5 أشخاص بتهمة تعذيب المهاجرين في مراكز احتجاز في ليبيا، وأظهرت معاينة الشرطة لبعض الضحايا وجود ندوب واضحة على أجسادهم جراء التعذيب، في حين تعرض معظمهم للضرب بالعصي والجلد بالأحزمة في مراكز الاحتجاز الليبية. أكدت شركة ميتا للنفط والغاز تواصل العمل لزيادة قدرتها الإنتاجية من النفط والغاز، مشيرة إلى أنها وفي هذا السياق قامت بالدراسة والإعداد لخطة حفر آبار تطويرية بحقل الفيل لرفع معدل الإنتاج اليومي. كلف الاتحاد الليبي لكرة القدم الحكم الدولي السابق عمر جمعة لرئاسة لجنة التحكيم العامة، وجاء هذا القرار بعد إيقاف رئيس لجنة التحكيم السابق مصر الدين قرين وإحالته للتحقيق. يشار إلى أن قرين قد استلم منصب رئيس لجنة التحكيم العامة في شهر يونيو من العام 2021. شرعت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في فتح مسارات بالطريق الدائري السريع بمدينة بنغازي، وأوضحت اللجنة أن هذا المسار سيكون رابطا بين الطريق السريع إلى منطقة بلعون وشارع فينيسيا، وسيساهم أيضا في تخفيف الازدحام المروري وتسهيل الحركة المرورية في المدينة. نهاية هذه النشرة، وإلى اللقاء.